صباح الخير. لو حد معانا بس في اللايف يبتدي يقولي، انا شويه بس بتطلع لي المسجز يعني متاخر شويه، فما تقلقوش لو لسه ما ردتش. انا هستنى بس المسجات تبتدي تظهر، لان بيبقى فيه ديلي شويه في النت في العادي. يعني وحشتوني جدا. ايوه بدأت اشوف الناس. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا عارفة ان الميعاد متأخر وانا ما قلتش قبلها ولا اي حاجة. لا احنا نقول صباح الخير يا دينا. خلاص عدت 12. صباح الياسمين يا جماعة، والله وحشتوني جدا. وهو اللايف رزق يعني، ما بيبقاش متحضر له خالص ومش عارفة احط مواعيد. طيب قولوا لي عاملين ايه الاول كده، طمنوني كده عليكم قبل ما ندخل بقى في الصميم. يعني انا في اليوتيوب ببقى تنس جدا وببقى متوترة جدا جدا ومبقاش عارفة اتكلم، وببقى اللي هو مركزة ان انا اقول كل حاجة ومعلومات وبس وكده، لكن احنا هنا اصحاب في بعض يعني. فانا قلت حتى ايه يعني نطلع كده عشان اطمن عليكم، عشان حبايبنا هنا اكتر يعني، وانا عارفاكم بيرسونالي اكتر من هناك على اليوتيوب. فحابة اطمن عليكم كده واشوفكم عاملين ايه الاول، وبعدين نبتدي بقى نشوف الأسئلة اللي كانت موجودة على الريزن كلها ونجاوب عليها هنا إن شاء الله. نورتوني كلكو. يعني أنا هقول أسماءكم بس واحدة واحدة كده عشان أسلم عليكم واحدة واحدة. أسماء نورتيني، حبيبة دينا، سارة، سمية كمان موجودة. يا جماعة فرحتوني والله إن أنا شفتكم. النت بعافية. اوكي تسبيح حبيبة قلبي. في حد تحت بينادي يا انجي، بس انا نفسي اجيب الاسم والله. يعني هو النت يسعفني كده ان شاء الله بإذن الله وانزل على طول. اوكي مش عارفة اتعامل. رشا ازيك؟ بص انا كان بقالي غالبا مثلا فوق العشر سنين بشتغل على الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها، بس للاسف ما يعني بعد ما بدات ادخل بقى في موضوع النت والكلام ده، حسيت ان انا مش فاهمه اي حاجه. يا جماعه انا ما بعرفش ارد، انا ما عنديش واتساب، ما عنديش تليفون اصلا، ما بردش على التليفونات العاديه، انا عندي بانيك اصلا من التليفون يرن دي. ما عنديش اي حاجه غير المسجات بتاع الماسنجر بتاع الفيسبوك عشان هو ده اللي بينط في وشي. ما بفهمش يعني، بعد ما يعني بعد كل فتره الشغل دي حسيت ان انا ما بفهمش حاجه خالص غير في الماسنجر بتاع الفيسبوك. فمعلش سامحوني مش عارفه اجيب برضو كل الاسامي، بس انا اكيد يعني هبتدي افهم واحده واحده كده ان شاء الله بالتعود يعني. ومنى نورتيني. طيب طمنوني بس الاول عليكم كده، يعني عاملين ايه؟ الدنيا عامله ايه؟ انا عارفه في ناس كتير بتحاول توقف، في ناس كتير بتحاول تزق الكلام ده كله. جانا نورتيني. جانا واحده من الناس اللي كل ما اكلمها تقول لي دلوقتي انا موقفه ماليش نفس. بصي انا عارفه ان الموضوع مش سهل، بس لازم نحاول يعني. صدقيني انا اساسا من الصبح مش عارفه اشتغل، بس قمت صليت لي ركعتين كده وربنا رزق كده بشويه طاقه فقمت وتوكلت على الله يعني. ما هو احنا لازم نحاول نزق ايدينا، لازم نحاول نبقى عندنا طاقة عامة. بصوا في حاجات كتير جدا بتجيب الطاقة يعني. من الاخر كده انا لو ما عنديش طاقة مش هشتغل. خلي يبقى عندك طاقة عشان يبقى عندك يعني زي ما تقولي يعني همة كده انك تبدأي كل يوم من اول وجديد، ويبقى عندك العزم انك تكملي. مفيش حاجة سهلة، وخصوصا ان احنا شغالين كل حاجة. انتوا يا جماعة بزنس وومن فاهمين دي يعني ايه؟ انتوا بتعملوا المشروع بتاعكم بنفسكم وبتشرفوا على كل حاجة، اللي المفروض ان كل حاجة دي حد متخصص يعملها. يعني المفروض مثلا لما كنت شغالة في شركة كل حاجة صغيرة في حد قسم خاص بيه بيعمله، لكن انتوا ماسكين البزنس كله من اوله لاخره. وصدقوني بعد قدام شوية ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ايوة عائشة شفتك خلاص الحمد لله، ربنا اكرمني كده وشفت الحمد لله. وايمان بجد انا بحب دعواتك يا ايمان، بصي بشكل كبير جدا يعني. ف يعني اللي هو لازم تبقوا فاهمين ان انتوا بتعملوا حاجة مهمة وحاجة كبيرة،
واللي هيستمر مع الطلوع والنزول اللي بيحصل في اي مشروع هو اللي هيعرف يكمل. المهم مش النجاح، المهم الاستمرار، وهو ده يعني اساس النجاح اصلا. فانا عايزه اقول لكم ان يعني المشاريع كلها ups and downs، شويه تبقي عندك طاقه تشتغلي وشويه لا، بس الاهم حاجه ان انت يبقى دايما عندك الهمه انك تشتغلي. فعليكم بقى بالقران، عليكم بالصلاه، عليكم بالدعاء كتير جدا، عليكم بان انتوا تبداوا. كلمه ابدا دي خليها دايما كده، حطيها كده على التلاجة كده. بس مش تبداي اكل، لا تبداي شغل، يعني اللي هو تتوكلي على الله وتقومي تعملي ان شاء الله اي حاجه صغيره، والله العظيم بتزق الدنيا بشكل كبير جدا. مين فيكم عامل زي كده اللي هو كل ما بيلاقي نفسه واقف بيروح يجيب قطعه صلصال وياخدها ويقعد يعني بس يعجن فيها بس كده، يعني ما بيعملش حاجه غير كده كتير كتير، يعني ملمس الصلصال ده لوحده معرفش بيجيب بهجه. فيعني محدش يكلمني عن الدايت، اوكي؟ يعني يا ريت ما حدش يكلمني عن الدايت. طيب بما اننا بقى في لايف فرفشه كده، فخلينا اكلمكم شويه عن موضوع الدايت ده. يعني بصوا، بلاش موضوع الدايت ده تاخدوه او الكلمه اللي هي انتشرت كتير قوي، لا خلوه حاجه، في حاجه تانية بديله احسن من كلمه الدايت، اللي هي حاجه اسمها لايف ستايل. يعني ايه لايف ستايل؟ يعني انت اصلا يبقى نمط اليوم بتاعك كده، ما تحرميش نفسك من اكل. انا ما بحرمش نفسي من اكل خالص، باكل كل انواع الاكل بس كميات صغيره، وفي نفس الوقت معايا حاجه كده ما بستغناش عنها، الشاي الاخضر والجنزبيل اللي بيحرقوا اي حاجه انا ببهدلها. فيعني دول حاجه مهمه، و يعني كل ما تلاقي نفسك يعني خلاص مثلا زدتي مثلا شويه او حاجه، ما تضغطيش على نفسك نفسيا، يعني ما تجبريش نفسك انك تعملي حاجه واللي هو لا لازم انا عايزه اخس، يعني هعمل دايت ونمنع واليوم الفري والكلام ده، انا صراحه ما بقتنعش بيه تماما. انا من الناس اللي يعني بزيد اكيد، او انا عارفه ان انا مش عارفه ازيد قوي، بس لا اكيد بيجي لي فترات بزيد، والفترات دي بعرف اكونترولها. يعني اكيد الفترات اللي هي بتاعت عند ماما دي، اللي هي عند ماما دي بتاعت المحشي والمسبكات والحاجات اللطيفه دي، بنعرف نتعامل بقى بعدها يعني ان شاء الله كده بالايه، بالفشار بقى والشاي الاخضر والحاجات اللطيفه دي. طيب ادينا اتكلمنا كده عن موضوع الدايت، لانه من الحاجات اللي هي بتخلي الواحد بعد كده نفسيا متظبط لما بيلاقي نفسه خس كيلو. بس الكيلو ده بيبقى ظاهري، عشان انتوا عارفين ان ممكن اصلا تكوني انت اصلا بتخسي، في الجسم اصلا متكون من ميه وعضلات ودهون والكلام ده كله، فانت مش بتخسي بس وزن كدهون فقط، لا انت لازم تبقى كله مع بعضه. كنت هتعملي مشا ودب، ما عملتيهوش ليه؟ امتى ده؟ يلا يلا بينا نخلص ده حالا، انا هروح اطبخ دلوقتي وهسيبك انت بقى تكملي. بس كان في كام سؤال ريزن كده، خليني اجاوب عليهم وبعدين توكلي على الله. انت كملي بقى السهره وانا ايه اتوكل على الله ان شاء الله اسمعك وانا في المطبخ كالعاده. طيب الكام سؤال ريزن المهمين اللي جولي بقى، اول حاجه ايه نوع الريزن اللي انا استخدمته او اللي انا بستخدمه؟ انا بستخدم اربع انواع. اول نوع انا جربته بتاع اسيا، تمام، بتاع اسيا ده اللي هو الصغنون، وعايزه يعني احتفل معاكم بالكفر الجديد بتاع اسيا اللي هو ال 65 ب 65 جنيه، ده اللي هو 165 جرام حاجه كده، يعني اعتقد يعني هو الجرامات بتاعته صغيره. لا يا عائشة مش هعمل محشي، انا بعمل محشي مرة في كل سنتين مثلا، فللأسف مش النهاردة لما كنتش طلعت لايف، عيب يعني عيب، خلاص خليها بينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فده اول نوع ريزن انا يعني اشتغلت بيه وجربته، تمام، وده الكفر الجديد، اتفقنا انا وبسنت ان احنا نعمل كفر جديد وفعلا عملناه، يا رب يكون يعجبكم. فان شاء الله باذن الله هوريكم كمان الكفرز بتاعت الايبوكسي، وحطينا بقى النسب وكتبنا كل الكلام، يعني هتتبسطوا جدا ان شاء الله. وكمان في نوع تاني انا بستعمله ريزن غير اسيا، او النوع التاني اللي انا جربته بعد كده اللي هو اليت، ده نوع جديد برضو، ميه يعني شفاف ما شاء الله جدا جدا، ويعني بابلز ما بتبقاش موجوده خالص. كمان بستخدم الكوري وهمي. انا اكتر حاجة حبيت فيه الكوري، مش بس ان هو شفاف وعامل زي المية برضو،
ان انا لما عدى عليا فصل الشتاء اللي هو كل الناس اخدت الريزن بتاعها وحطته في ميه دافيه علشان يبقى سايل كده، لان الريزن لو مش خفيف كده وانتي بتستخدميه هيبقى تقيل معاكي في الكوبايه وهيتعبك جدا يعني. فده من انواع اللي انا فعلا يعني اتوهمت بيها، لو انا سبته في الشتاء ورجعت لقيته زي ما هو عادي جدا، واستخدمته في الشتاء ومده الجفاف بتاعته كانت ممتازه، ويعني لا ريحني جدا جدا. النوع الرابع اللي استخدمته ريزن ريتش اللي هو بتاع مكتبه كرييشنز، ده ملون جاهز، وكنت فاكره ان هو عشان انا جبت لون واحد اللي هو الاسود مش هعرف اعمل بيه ابداع، لا في ابداع رهيب جدا ان شاء الله باذن الله هيطلع، وهتتبسطوا جدا جدا منه برضو، لان دخلت فيه حاجات كده مختلفه عشان يعني يبقى تحفه، وان شاء الله باذن الله هوريكم الحاجات دي كده بالترتيب ان شاء الله، كل حاجه ليها وقتها ورزقها يعني ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للانواع اللي انا اشتغلت بيها، يبقى دول 4 انواع اللي هي اسيا واليت وايبوكسي اللي هو بتاع الكوري، ونازل جديد يا جماعة الفاست ديجريشن اللي هو بينشف اسرع شوية من يومين، وده ان شاء الله باذن الله كوري برضو، وان شاء الله لازم هجربه باذن الله وهوريه لكم. والنوع اللي هو بتاع ريتش، ريتش ممتاز ممتاز ممتاز. طيب اسماء انت اول مرة تحضري لايف؟ والله يا اسماء انا غالبا بقالي كتير جدا ما لا بطلع ولا عارفة اعمل فيديوز طويلة ولا اي حاجة، فقلنا بقى خلاص خليها لايف وتبقى انتم معايا كده ومنوريني واشوفكم، ويعني يبقى فيه كده كوميونيكيشن واطمن عليكم كده اول باول. طيب خلينا نقول ايه كمان، خلينا اقول قبل ما اكمل سؤال الريزن اللي جاي ده عشان ده سؤال مهم، عايزه اقول لكم ان كل الناس اللي عاملين تشانلز يوتيوب انا مش عارفه ازاي ما فكرتش قبل كده ان انا اعمل لهم لايف او فيديو خاص ازاي اصلا يعني يظبطوا التشانلز بتاعتهم ويخلوها تكمل 1000 بسرعه ويخلوها، يا ريتني كنت عارفه المعلومات دي قبل كده، يعني انا يا ريتني كنت عارفاها. فانا هديكم عصاره اللي حصل كله ان شاء الله باذن الله، ف يعني ان شاء الله باذن الله نحدد كده يوم، بس لازم فعلا يوتيوبرز كلهم يبقوا موجودين علشان انا فعلا مش عارفه الاقي وقت ان انا اعمل فيديو ومنتج وانزل والكلام ده، خلاص الوقت بقى اضيق من يعني ضايق جدا يعني. فان شاء الله باذن الله نتجمع كده يوم واعرفكم كل الديتيلز والاسرار بقى والتكات الصغننه وكل الحاجات بقى ان شاء الله باذن الله. طيب في سؤال بقى تاني لايف، طيب انا مش عارفه اقرا الاسم بس انا عارفه اقرا نوره، نورتيني يا نوره، وبجد انا مبسوطه لكل الناس اللي يعني اللي حاضره اللايف دلوقتي. قولنا الاسعار. طيب يا منى انا هقول لك على حاجه مهمه جدا، اول حاجه انا لو ما كانش معايا ليل ونهار وانا ماشيه رايحه جايه كده بورقه وقلم انا ما بفتكرش اي حاجه للاسف، فللاسف لسه ما كتبتش الاسعار، هو دي الحاجه الوحيده اللي انا فاكراها لان دي اول حاجه انا جبتها اللي هو بتاع اسيا كان ب 65 جنيه، واللي انا فاكراه كويس قوي ان بسنت ساعتها قالت ان العبوه الواحده، بسم الله الرحمن الرحيم، لو اخذنا 3 عبوات، خليني بس اقول لكم الحاجه الصح، لو اخذنا 3 عبوات هناخد الرابعه هديه. ايوه بلاش انا في الاسعار عشان انا فضيحه والله يعني هعوق الدنيا، فبقيت الحاجات ان شاء الله باذن الله هنزلها يعني وهنزل اسعارها. استاذن بس الاول من الناس واقول لهم واعرف برضو اي حد بيسمعني في اي فيديو ان الفيديو بيتقادم، فما ينفعش نقول اسعار، ينفع نقولها في مسجات بس. عامه انا ده اللي انا فاكراه كويس جدا، وبسنت قالت لي ان انا مش هغير سعره، فده عشان كده ثابت في دماغي، لكن الباقيين ان شاء الله باذن الله اول ما اعرف اسعارهم هقول لكم عليهم على طول. طيب انا رجح لحد اصلا الازازه الصغيره دي ولا لا؟ ممكن تجيبيها في الاول تجربي بيها، لكن انا صراحه بعد ما جربتها يعني حسيت ان انا لا دي مش تعملي اي حاجه، انا محتاجه كيلو عشان يعني اهزر بيه والعب بيه واعمل بيه كل حاجه، لان الريزن يعني انا لما جيت اصب في القوالب بدات اصب كل حاجه انصاف، كل حاجه بقيت اصبها نص زي ده كده، ما بقيتش اصبه كامل علشان عايزه اجرب حاجات كتير، وانا كمان جايبه القالب اللي هو المصري فكل الحروف طالعه كده، فانا لازم انا اللي اديها الشكل البومبي بان انا ازوده يعني زي عشان يبقى زي ده كده، عشان يبقى كامل زي ده كده. بس انا كل دي تجارب بالنسبه لي، لان انا كمان عايزه اسيبهم شويه واشوف هيجرى ايه لما اسيبهم، انا شغاله بقالي 8 شهور فمش عايزه اطلع اقول كلمه غير لما ابقى متاكده منها. اهلا وسهلا بيك يا نوره، واهلا بالعراق كلها.
انتي بتستخدمي اصباغ ريتشل التركية؟ انا شفت ناس كتير جدا اونلاين بيستخدموها على التيك توك فعلا اجانب وبيشكروا فيها جدا، فياريت لو استخدمتي الريزن نفسه لان انا شايفة ان هو طالع زي الكريستال. ثواني كده اشوف لك العلبة، انا عايزة اطلعه زي الكريستال زي ما انا شايفاه في العلبة كده، يعني انا لسه ما طلعتش بالنتيجة دي، انا طلعته مرة مت وطلعته مرة لامع بس لسه ما طلعتش النتيجة دي. فلو انت استخدمتيه وطلعتي النتيجة دي بالرزن نفسه مش بالالوان قوليلي، لان الرزن عالم كبير جدا وعايز مذاكرة كتير جدا جدا. طيب انا هاخد تاني سؤال، عشان السؤال ده انا اول ما شفته لقيت ان هو لازم يتجاوب عليه حالا. هل ممكن نستخدم اليو في ريزن في ان احنا نلمع بيه الصلصال؟ وسؤال تاني مع السؤال ده، هل ينفع اصلا ان احنا ناخد الريزن العادي نعرضه للضوء بقى بتاع اليو في ريزن وينشف كده لوحده؟ لا، الريزن اصلا عبارة عن ايه؟ يعني خلينا نفهم اصلا يعني ايه ريزن. الريزن ده كلمة انجلش معناها بالعربي يعني الراتنج. الراتنج ده اللي هو بيجي من اشجار الصنوبر اللي هي بيصنع منها اصلا الاصماغ والورنيش وكل المواد اللي هي ايه اللاصقة دي، تمام؟ فالريزن ده عبارة عن ازاستين، تمام، اللي هي بيبقى فيها الريزن او الريتنج بالعربي، وبيبقى فيها بعد كده المصلب. لما بنخلط النسبتين دول مع بعض بتكون مادة شديدة الصلابة وكمان مقاومة للاحتكاك والكسر، بتعرضها الاول للجفاف. يعني اي عبوة بيبقى مكتوب مثلا عليها مثلا هنا دي بيكتب لك مثلا بتجف في خلال او بتتصلب في خلال 8 ساعات، لا دي حاجة اسمها يعني اي حاجة بتبقى مكتوبة على اي عبوة اعرفوا ان هي بتجف في خلال 8 ساعات. اوكي، يعني ايه معناها ايه؟ يعني انا بعد 8 ساعات انا بطلع دي واقدر انا بتبقى لسه حاجة اسمها جفت ما تصلبتش، بتتصلب بعد 3 ايام. اي نوع ريزن انتوا بتستخدموه هيتصلب تماما ويبقى زي الحجر كده بعد الثلاث ايام، مش اول ما بيطلع من القالب زي ما احنا بنطلعه. طبعا انا اول ما شفت فيديوز كنت خايفة جدا، هو ايه ده الريزن طري، هل انا عملت السمك بتاعه رفيع ولا ايه؟ لقيت ان هو اصلا اول ما بيطلع فعلا بيبقى طري، وده ده اللي خلاني او بيديني الامكانية ان انا ممكن اتحكم فيه وفي التشكيل بتاعه، لدرجة ان انا ممكن اقصه وشكله. يعني ده اول ما انا طلعته قعدت قصيته وصنفرته وعملته بمواد بدائية جدا، يعني بالمبرد، يعني حتى ما عنديش حاجة يعني ابرد بيها او حاجة. الشيماء بتقولي نفسي اشوفك، ما تشافيش وحش. انا بتحرج جدا جدا وانا مش منقبة، فعلا يعني، وعادي يعني ما انا حاطة صورتي عادي، بس انا بتحرج فوق الوصف. يعني اول فيديوهات اللي عملتها وانا يعني كمان ورا الكاميرا، يعني كان موضوع صعب، الموضوع مش سهل يعني خالص حتى وانتي ورا الكاميرا، بس برضو انك تفيسي الناس كده بعد فترة طويلة من الغياب يعني بيبقى موضوع صعب. فان شاء الله بإذن الله كده قريب نتقابل. يعني انا كان نفسي ان احنا لما يعني اروح مثلا اسكندرية نتجمع كلنا عند كمال سعد ونتقابل، وهنعملها ان شاء الله مرة بإذن الله ان شاء الله. طيب خليني اكمل بقى موضوع الريزن. انا دلوقتي كده شرحت لكم يعني ايه ريزن، وهم لما المادتين الكيميائيتين دول اللي هي المفروض الازازة ايه دايما هي بتبقى الريزن، لان هي الحجم الاكبر. وبعدين بيجي بقى ازازة صغنونة، مش معايا دلوقتي، بيجي ازازة صغنونة اللي هي البي، بنخلط النسبتين بعد كده مع بعض بالنسبة اللي بتبقى موجودة عليها بالظبط، اللي هي مثلا دي 2:1 زي ما هم كاتبين كده. ودي اسهل حاجة ممكن تتعاملوا معاها، اللي هي مثلا زي 2:1، يعني مثلا تقولي مثلا 10 جرام الى 5، فده كده رقم بسيط كده بدون تعقيد ولا حاجة. بس لازم ميزان، ما ينفعش سرنجة تماما، عشان في ناس استخدمت السرنجة ورجعت قالت الحاجة ما تصلبتش، لان الحاجات دي بالتقطير، يعني النقطة الواحدة بتفرق، المصلب بيفرق، تمام. المصلب ده لما بيتحط مع الريزن بيكونوا مادة شديدة الصلابة، يعني بص حجر، يعني اللي هو لا فعلا ما شاء الله قوية جدا واقوى من الزجاج. طيب ايه كمان؟ فاحنا بقى بنخلط النسبتين دول مع بعض وبعدين بنسيبهم، هم المفروض بيتصلبوا بالحراره، بس مش اللي هي الحراره اللي هي على البوتاجاز، يعني بالحراره بتعرضها لحراره الجو اللي احنا قاعدين فيها. كل ماده بقى بتبقى مكتوب بتتصلب او بتنشف في وقت قد ايه، تمام.
انت بقى بتحطي اللي انت عايزاه في في الريزن. الريزن طبعا اسهل من الصلصال بكتير، بس مش هكدب عليكم، لو انت هتستسهلي الريزن وتقولي الريزن سهل ده هو صبه، لا الريزن مش كده خالص. انا بعد ما بصب، انا شغلي بيبتدي بعد الصب، يعني انا اساسا بعد ما بصب ببتدي اقعد العب والون واعمل حاجات كتير جدا جدا فيه، ما بسيبهوش وكده وخلاص. يعني انا مش صبيت وامشي كده خلاص سلام عليكم بقى واسيبه ينشف، لا لازم ان احنا نشتغل على القطعه بتاعتنا. يعني انا حتى الحاجات اللي صبها نص دي انا عايزه الملمس بتاعها كده، يعني انا عايزه جوزي يلمس كل حبايه حبهان هنا ويحس بيها فعلا، ويحس ان انا مش هعمل الغلطه دي تاني، مش هحط حبهان في الشوربه تاني مثلا. فكل حاجه ليها معنى بتاعها. برضو بالنسبة للريزن نفس الكلام، انت مش بتصبي وتجري، بس هو برضو يعتبر اسهل، خطواته اسهل من الصلصال، ولو عرفتي تسوقي له هتكسبي كويس جدا جدا جدا، يعني مكسب الريزن كويس جدا، وانت تعرفي تكسبي كويس جدا منه. طب انا ازاي اكسب منه؟ طيب خليني اقول لكم على حاجة، انتوا تقدروا تكسبوا من الريزن، تقدروا تكسبوا من الصلصال كويس، تقدروا تكسبوا من اي حاجة كويس جدا لو انتوا عرفتوا تسوقوا لها كويس. انا دلوقتي مثلا وقفت شغل خالص، انا ما بطلعش لا اوردرات ولا بعمل اعلانات ولا بعمل اي حاجه خالص، انا كل اللي انا بعمله ان انا بشتغل وبجرب وبماركت لنفسي الاول عشان ابني براند. البراند دي اللي هي بقى سمعتي، سمعه البرودكتس اللي معايا، الناس تشوف الشغل اللي انا شغالاه، الناس تبقى عارفه الكواليتي عامله ازاي، واطلع لهم بعد فتره، طبعا انا عارفه ان الفتره دي بتبقى طويله، بس اطلع بعد فتره تاني اوريهم نفس الكواليتي تاني، عشان انا نفسي ابقى واثقه وانا بدي للناس الحاجه، يعني دي حاجه مهمه بالنسبه لي جدا. فاي حاجه انت تقدري تسوقي لها كويس خلاص هتشتغلي. الناس كلها اللي رايحه تعمل اعلانات، لا انا بعد ما كنت اعمل لكم فيديو اعلانات لقيت انه لا في طريقه احسن من كده بكتير، انك تطلعي تشتغلي بايدك، اطلعي اعملي حاجه بايدك، اطلعي اعملي تشكيل بايدك. محدش طالب منك مثلا على التيك توك ان انت تقعدي تشتغلي زي ما احنا بنعمل على اليوتيوب. اليوتيوب اصعب حاجة تسوقي عليها، صعب جدا جدا، لانه كمان كم الناس اللي على اليوتيوب، وخصوصا ان هو فيه مفروض فيه فلوس وفيه ارباح والكلام ده كله، بيخلي كم المنافسة شديد جدا. يمكن عشان كده انا سبت اليوتيوب وبقيت على التيك توك، لان ما فيهوش ربح، يمكن ده اللي خلاني نفسيا حاسة ان انا الطف ان انا اتعامل مع حاجة سهلة وتصوير دقيقة واقول معلومة مهمة في الدقيقة دي، وما بتكلفنيش وقت دلوقتي، وفي نفس الوقت بوري الناس انا بشتغل ازاي. الناس بتثق في البرودكت، في البرودكت لما بخرجه، ان انا كمان هطلع اقول لك الحقيقه، هطلع اقول لك ان مثلا دي طلعت فيها بابلز وليه، وهطلع اتكلم بكل صراحه، يعني هقول مثلا دي طلعت فيها بابلز، طب ليه عملت كده، لان انا بلعب في الشغل بعد ما بصب بلعب فيه كتير، بقعد اقلب الحاجات دي. يعني انا اصلا كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه سنه كده في موضوع الريزن، انا كنت عايزه ابدا بالمشاكل، يعني انا ما كنتش عايزه ابدا بالادوات ولا اي حاجه، كنت عايزه ابدا بكل العوائق اللي انا قابلتها كل الشهور اللي فاتت وكل الحاجات دي وايه اسبابها عشان اتلافيها. يعني انا ده بالنسبه لي اهم من ان انا اشتغل حلو او ان انا اصب مثلا تصميم معين، لان كلكم كرييتيف وبتطلعوا تصميمات والوان جميله جدا. لكن بالنسبه للاخطاء دي، يعني في ناس بتخاف تطلع تقول انا عملت خطا، لا انا مش هخاف، لان انا ما دام عملت خطا يبقى هتلافاه المره اللي جايه. بس وانتي تعرفي الحبهان انت شفتوش قبل كده. طب يا منى انت خايفه تبداي في الريزن بسبب اضراره؟ انت عندك حق، انا مش هكدب عليكي، انا اصلا شغاله بسيط قوي، وحتى الصواني اللي عملتها برضو خفيفه شويه، مش ما عملتش صواني تقيله او وزنها وسمكها كبير، عشان لسه ما جبتش الماسك بتاع الغازات، لانه لازم في يعني ارشادات معينه نمشي عليها علشان تعرفي تشتغلي رزم. بس هو يا جماعة مربح جدا جدا جدا، فده يخليكي انك فعلا ممكن تفكري انك تدمجي ما بين الصلصال والرزم، وتدمجي ما بينه، وكمان تاخدي احتياطات بتاعتك. طيب انا عملت ايه عشان ابدأ رزم؟ انا ما اشتريتش الخامات كلها مرة واحدة، انا بقيت اشتري الحاجة بالترتيب، يعني كل شهر بقيت اشتري حاجة معينة، مرة اشتري الريزن، مرة اشتري الميزان، مرة اشتري القوالب، مرة احاول اصب حر عشان اشوف هينفع ولا لا، وهكذا. فلازم فعلا تكوني لابسة الجوانتي. بس انا عايز اقولك على حاجة مضحكة جدا، ان انا اول ما جبت الريزن كل الناس قالوا لي لازم جوانتي، كل ما جيت يعني لما جيت خلصت طبعا لازم
اللي شغالين ريزن اول مره اكيد عارفين الموضوع ده. اول ما بتصبي، بعد ما بتصبي بتعملي ايه؟ لازم تحطي ايدك بعد ما تقلعي الجوانتي، دي اول حاجه انت بتعمليها. مش نفسي افهم ليه، وانا كمان عملتها. وبعد بقى ما لمست الريزن، بعد ما قلعت الجلافز خلاص وانا خلصت شغل، جريت بقى وقعدت اعيط، قلت يا نهار ابيض انا كده ايديا هتتحرق بتاع مش عارف ايه. طبعا كنت ساذجه جدا يعني، فطلع مفيش الكلام ده، هو مش ماده حرقه يعني، مش مثلا زي الامير، الامير حرق ايديا فعلا، هو مش ماده حرقه ولا حاجه، هو الفكره كلها ان هو شديد التصلب وشديد اللزوجه وبينشف بسرعه جدا يعني. لو نشف على ايدك مش هتعرفي تطلعيه بحاجه غير بتنر في وقتها على طول يعني، هي دي الحاجه الوحيده اللي تقدري تطلعيه بيها. وعشان كده بس لازم تلبسي جوانتي، لازم تبقي شغالة على مشمع. انا جايبة مشمع حطيته على المكتب كله او على الارض او على اي حاجة انت شغاليها، لان كمان اي حاجة هتلزق هعرف اطلعها من على المشمع بكل سهولة، لان هو بلاستيك الريزن ما بيلزقش في المشمع. والجلوفز بتاعتك، ولازم نظارة كمان. انا الاول كنت مستهزئه بموضوع النضاره، بس لما لقيت نفسي بقرب للقوالب قد ايه علشان ابقى شايفه انا بعمل ايه، عرفت ان لا ممكن عينيا تتاثر. وكمان لازم تشتغلي في مكان مفتوح ومفيش اطفال، اوكي؟ يعني انا بنوتي عملت معايا دول، خليتها تحط التصميم وتحط هي الحاجات اللي هي عايزه تحطها، وانا صبت لها وبعتها بعد ما هي حطت التصميم بتاعها، تمام؟ يعني الاطفال اقل يعني، خليني اقول مثلا بنوتات اقل من 18 بلاش، لانك هتتخنقي من الكمامه عامه اللي انت هتلبسيها. فالى ان انا اجيب الكمامه الغاز ان شاء الله باذن الله، يعني لازم تجيبوها، دي حاجه ضروريه. وانا دلوقتي بدور على اماكن تكون بتبيعها رخيص شويه، لان انا كل اللي شايفاه اونلاين 500 فيما فوق، فان شاء الله باذن الله هوصل لسعر كده كويس وهقول لكم اكيد يعني ان شاء الله. طيب مريم كان بتقولي عايزه فيديوهات قماش جوخ. طيب انا عايزه اقولك ان دي من اسهل الحاجات اللي تعمليها، ومن اكتر الحاجات اللي هي يعني مبهجه جدا وسهله جدا ان الاطفال كمان يشتغلوا فيها. والقماش بتاعها استني اوريهولك، بيتجاب عارفه من اي مكتبه ب 3 جنيه، يعني تخيلي السعر بتاعه. وكمان على فكره مش لازم خالص يعني، مش لازم خالص انكم تكونوا بتعرفوا تخيطوا، انتوا ممكن تستخدموا ماده لاصقه، بس طبعا الخياطه افيد. ليه؟ لان انا بغسلهم يعني، كل دول لعبي انا عملتهم يا جماعه عشان العب بيهم، عشان انا عيالي باخد لعبهم، فانا قررت ان انا اعمل لعب لنفسي واخليهم على مكتبي عشان محدش يزعل مني. فالافضل بقى انك تخيطي الحاجات دي عشان تغسليها براحتك، دول اتغسلوا كتير جدا جدا. فالقماش اهو بصي، ده الحجم بتاعه بتبقى بحجم الاي 4، دي اي 5 كده اللي هو نص، ماشي؟ دي ب 3 جنيه. تجي بجيب مثلا يعني، مثلا انا عايزه اعمل التصميم ده، انت بتشوفي بس التصميم اللي انت عايزه تعمليه وتطلعيه من على بنترست، هتلاقي موجود ليه الحاجه اسمها الباترون بتاعه، يعني الرسمه اللي انت هتقطعي عليها. انا دول طبعا عملتهم من غير باترون كده، كان تخيلي بس. يعني اللي عايز يبدا احسن له يعمل الخطوات دي، ان هو مثلا انا عايزه اعمل ده، فنزلت جبت موف والتركواز مثلا والابيض والاسود وخلاص كده، مثلا كانوا 3 4 الوان جبتهم وخلاص. في منه بقى بيتباع بالمتر سايب، زي مثلا كمال سعد كان بيبيع، دي رخيصه جدا وده فرخ كبير جدا. وفي منه بيتباع في مكتبه الوان، انا غالبا دي كنت جايباها ب 11 12 جنيه، كمال سعد كده كده بيبيع جمله. في دي بقى كنت جايباها غالبا ب 20 جنيه من مكتبه الوان، ده برضو فرخ كامل على بعضه، بس ميزته طبعا ان هو بيبقى مفرود. طيب ده انا اعمل فيه ايه لما اجي اشتغل؟ انا بكويه على فكره يا جماعه، انا بكويه عادي جدا، ومش حتى مش بحط فوقيه حاجه يعني، بس بكويه على الظهر، ان هو وش وظهر، في طبقه ناعمه وفي طبقه سوفت كده شويه موبره يعني، عشان ما تفقديش الملمس بتاع الوبر ده، عشان هو لطيف جدا وهو سهل جدا يا مريم وحلو قوي، وتقدري تدخليه كمان في الاوردرات بتاعتك، وتقدري تسوقي له بان انت اللي تقولي للناس انا ممكن اعمل ايه. ما تجيبيش صور جاهزه خالص من بنترست، ولا تقولي قابل للتنفيذ ولا الكلام ده، اعملي انت سامبلز كده صغيره زي دي كده، وقولي ممكن نعمل دي للاطفال مثلا ميداليات وتدوها هديه، ممكن زي الناس الجميله اللي عملوا مثلا الحاجات بتاعه العيديات وهكذا. خليني طيب اشوف الاسئله.
منا بتسأليني بتجيبي، او منا وأميرة بتجيبي الرزم منين، في حدود كام ممكن أبدأ؟ طيب انا مش هكدب عليكي، انا يعني مش عارفة احط بادجت لسه لموضوع الرزم ده، بس انا بشوف فيه جروبس كتير جدا بتعمل باكجات، ان قوالب بقى على الميداليات، على الزرد، على الحاجات دي. ف يعني ممكن ان شاء الله باذن الله ابقى انزلها لكم كده بالترتيب، بحيث ان انتوا تشوفوا ايه اللي ممكن تحتاجوه. طيب انا اصلا يعني اجيب ايه اصلا في الاول؟ ما تجيبيش حاجه كبيره، ولا تبداي صواني ابدا في الاول، لازم تبداي صغير كده، لازم، ولازم تغلطي، ولازم تجربي كتير عشان تعرفي انتي مطلعه عامله ازاي، ولازم تقعديها فتره، تسيبيها عندك فتره وتشوفي هتبقى كويسه ولا لا، نشفت ولا لا، هتقعد معاكي تعيش قد ايه، لما تحط لها المسمار هيتخلع ولا لا. لازم تعملي تستات لنفسك عشان تبقي انتي واثقه من الحاجه. تمام. طيب تقدري تبداي مشروع ريزن في حدود كام؟ خليني احط لك رقم كده تخيلي، الى ان انا اعمل باكج. يعني انا ناويه باذن الرحمن ان شاء الله، بما اني انا كده كده ببدا معاكم، انا كده كده الحمد لله احسن حاجه حصلت في موضوع ان انا بشتغل من البيت ده، ان انا ببدا من الصفر، انا فعلا ببتدي تاني من الصفر خالص، من زيرو بادجت. فبحاول احط لنفسي كل شهر اجيب حاجه واجرب فن جديد، او اجرب نوع حاجه جديده. طيب ابدا بقى الريزن ده ازاي؟ ده اللي انا بقوله لكم دلوقتي، ان انا عايزه اعمل زي ما تقولوا كده تخيل، ان مثلا حد يعمل لي اوفر، يعني انا عايزه اكتب الحاجات دي واعرضها على الجروبس وهم يعملوا لي اوفرز بيها. انا عايزه كميه تكون نص، الربع ده او الكميه الصغيره دي ما تكفيش، يا نص كيلو يا بلاش عشان تبداي رزم. والميزان اللي هو الديجيتال، مش الميزان اللي هو الابيض، في ميزان ابيض اللي هو بتاع الفاكهه غالبا، ده مش حلو. ليه بقى؟ لانه ما بيحسش بالتقطير، يعني لما بتبتدي تنزلي قطرات كده من الرزن ما بيحسش بيها، ما بيعدهاش. والجرام الواحد بيفرق في الرزن، لو اختلت النسبه مش هيتصلب كويس. اتفقنا؟ ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده عندنا الرزن والميزان اللي هو الديجيتال اللي هو الصغير، ان شاء الله هجمع لكم كده الحاجات بتاعت الرزن كلها كده مره واحده. والقوالب بقى، يعني هما دول اهم ثلاث حاجات طبعا في مشروع الرزن، القوالب. طب انا اشتري انهي قالب في الاول؟ حضرتك تدخلي تشوفي التيك توك، لان هو ده من اكتر الاماكن، انا دلوقتي منتشر على السوشيال ميديا، وشفت يوتيوب، وشفت انستا، وشفت فيسبوك، وشايفه تيك توك، اكتر حاجه بيتباع عليها الرزن هو التيك توك. الناس مبهوره بالرزن جدا، وناس كتير جدا شغاله فيه وبتبيع عليه. طيب ايه اكتر حاجه منتشره على التيك توك؟ هو الميداليات اللي هي الحروف الصغيره، والقوالب الدومينو. طب ليه بقى دول اصلا اكتر حاجه منتشرين؟ لان انت مثلا انا هجيب قالب الحروف ده بكام؟ ب 200 جنيه مثلا في الرينج ده، عشان اقسم بالله فعلا انا ما فاكره سعره قوي، بس انت مثلا لو هتجيبيه في الرينج مثلا بتاع 200 جنيه ده، تمام؟ طيب 200 جنيه، انا شفت ناس بيبيعوا الحرف الواحد ب 50 جنيه، شوفي انت بقى هتكسبي قد ايه؟ فهمتي؟ فهو مشروع مربح جدا لو عرفتي تسوقي لنفسك. اتفقنا؟ قالب الدومينو، في ناس ما شاء الله بتعمل من الدومينو دي، بتبيعها ميداليات وبتبيعها سلاسل، يعني تخيلي انت القالب ده كله بيتقسم بقى سلاسل وميداليات، الناس كرياتيف وبتحاول توفر، وفي نفس الوقت تقدروا تبيعوا القالب كله على بعضه اللي هو الدومينو كلها، وتتباع بمبلغ محترم، عكس الصلصال اللي احنا بيطلع عينينا فيه. يعني احنا بصي شوفي الصلصال، قطعه الصلصال بتاخديها وتعجنيها وتشتغلي بيها وكل الحاجات دي، ويطلع عينك فيها، وفي الاخر تتباع بمبلغ صغير ما تساويش تماما التعب اللي انت بتتعبيه فيها. وستيل انا برضو بحب الصلصال، ما اقدرش استغنى عنه، بس لازم تعرفي تبني براند بتاعتك وتسوقي لها صح بقى. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن ثلاث حاجات اساسية في الرزن، اللي هي الرزن نفسه والميزان والقوالب. تمام كده. الباقي بقى سهل، الباقي عندك الكوبايات دي هتجيبيها من اي حد بتاع بلاستيكات، ما تجيبوش الكرتون، هاتوا بلاستيك. ليه كرتون؟ لأ، لانه هو يعني اول حاجه ما بتبقاش الكوبايه شفافه، فما بتبقيش انت شايفه في بابلز ولا لا، في الالوان عامله ازاي، الكلام ده كله. وكمان الكرتون لو انت سبتيها شويه يعني بحس ان الكوبايه اتبلت كده. تمام.
وارجح يعني اللي يشتغل بالكوبايات البلاستيك تكون خامة نظيفة، يعني ما تكونش خفيفة قوي، الا لو كانت خفيفة تحط كوبايتين جوا بعض، لان لو انت تقلتي ايدك شوية في التصميم، يعني انا مثلا طبعا انا بطيئة جدا في التصميم، على بال ما بخلص ده بقعد كتير، فبعمل ايه بقى، الكوباية بتسخن. ليه؟ لانها قعدت كتير مع البلاستيك وبدأت تتفاعل معي. تمام. طيب ايه كمان ليلى؟ انا كمان اتشرفت والله ان انت موجوده، واسمك جميل جدا جدا، انا بحب اسم ليلى قوي. ان شاء الله لو ربنا رزقني بحفيده، مش هقول بنت، كفايه عيال خلاص، ان شاء الله لو ربنا رزقني بحفيده ان شاء الله نسميها ليلى باذن الله ان شاء الله. طيب ايه تاني؟ عيون العروسه. طب يا جماعه انا مش عارفه اطلع خالص اعلن لكم عن عيون العروسه، انا عامله الفيديو والله، وعملت كمان ازاي نستخدمها وكل حاجه، بس الاتنين اللي انا جبتهم من عندهم، ايه مصطفى ارتزينيا ستور وبسنت اسيا كرافت ويز لاف، التو جروبس دول خلصت من عندهم ولسه ما جاتش. اول ما تيجي باذن الله، انا مستنيه بس تيجي واقول لكم على طول. والله هم يعني مش بيتاخروا، يعني اول ما بطلب منهم حاجه الله يكرمهم يعني بيوفروها. فالعيون دي استيكرات يا جماعة، توفيرا وقت رهيب جدا، بتدخل الفرن جميلة جدا جدا جدا. ويلا بقى عشان الناس الحلوة اللي معايا دلوقتي على اللايف بقى، بما انكم كده ما شاء الله كترتوا، يلا العروسة الجديدة. بس نفس العيون برضو، ودخلتها تسوية تيجي مثلا 5 6 7 مرات يعني لما تهرت يعني. واللون التحفة ده كان بريمو، كان اول مرة اجرب بريمو وعجبني جدا جدا، والاستيكرات دي تحفه تحفه، لانها بتوفر وقت كبير جدا. كمان انا دايما عندي مبدا كده، ان انت ظبطتي عين العروسه ظبطتي التصميم كله، يعني خلاص يعني انت ظبطتي العيون وحطيتيها حلو وصح، خلاص ظبطتي التصميم كله وظبط معاكي ويبقى جميل جدا ولطيف. واللي مش بيعرف يعمل العيون، بص انا كنت عامله كده طريقه، هي عروسه وحيده كده على التشانل، ممكن ابقى احط لكم او انزلها لكم تاني كده، العيون بس كده لوحدها، ان انا بعمل قطعه صلصال بس كده، انا دايما بعمل كده، بعمل قطعه الصلصال الاول ادخلها تسويه عشان تفضل نظيفه وكويسه جدا، واقعد بقى اعمل اللي انا عايزاه في العينين، زي ما انا عايزه ارسمها، عايزه اشكلها اللي انا عايزاه، عايزه افكها وارجعها اركبها تاني، اي حاجه ما عجبتنيش ارجع اعملها اللي انا عايزاه. فيدوبك كل اللي انا بعمله ان انا بكون الاول الطبقه الاولانيه دي، ده فيمو، فيمو يا جماعه طبعا بستخدم فيمو في التجارب عشان مش هقدر ابيع، لان مفيش حد هيدفع ثمن فيمو، فكده كده انا كده كده ما بشتغلش يعني، فقلت خلاص اجربه يعني، حرام يعني، ما خلاص هيكسبايرد مني والله. طيب نسلم على الناس الجميله اللي دخلت، لوجي وحشتني جدا جدا، ان شاء الله لما اجي اسكندريه لازم نتقابل، ايمان بجد نورتوني بجد كلكم يا جماعه والله. طيب نتكلم في ايه تاني؟ خليني بس ارجع للحته بتاعه الريزن. ان شاء الله باذن الله هكلم الجروبس يعملوا لنا باكج كده لطيفه بالموضوع ده، اللي هو باكج كده اللي هو زي ما تقولوا تاخدوها تجربوا بيها وتقدروا كمان تشتغلوا بيها، اللي هي حاجه تطلع لكم كواليتي كويسه، وفي نفس الوقت تبقى مثلا قوالب، يعني قالب واحد يكون مشهور او مطلوب زي الدومينو مثلا او قالب الحروف، مع مثلا نص كيلو ريزن، مع ميزان، مع مسمار اللي هو بيتركب فيه الميدالية، يعني من الاخر كده مثلا باكج دي اللي حد ياخدها يجرب بيها مره والتانية وبعدين يبيع الباقي. فتخيلوا انتوا بقى هتجيبوا تمن البادجت الاولانيه اللي انتوا بداتوا بيها، وتبتدوا تاني ان شاء الله باذن الله تدوروا المشروع بتاعكم. بس كده، دي ده اللي في دماغي يعني للموضوع. يا نهار ابيض، انا شفت السؤال قدامي دلوقتي، انا بقالي كتير حاطاه قدامي. طيب في حد كان بيسالني ينفع اصلا نلمع الصلصال الحراري بالريزن؟ طيب انا هقول لكم على حاجه، موضوع الريزن، الريزن بعد ما بيتقل او بينشف بيبقى تقيل، تمام، مش هيتفرش صح على العروسة بتاعتك والتنايات بتاعتها، فلو حد عامل حاجة زي كده بلاش، تمام، عشان الايبوكسي مع المادة اللزجة مع ده هتلاقيه بيقطع، فرشة بقى استخدمتيها ستيك هيقطع، اتفقنا؟ طيب انا امتى ممكن استخدمه؟ لا استخدمه لو انا عاملة حاجة مسطحة او حلق مثلا، فور اكزامبل كده، مثلا انا عامله مثلا ميدالية، فريدي مثلا دي ميدالية وانا عايزه اديها طبقه تخليها بتلمع، ممكن استخدمه عليها، لان دي مسطحه والريزن هيقعد كده ابن حلال وهيستهدى بالله وهيتفرش على الطبقه كلها.
ده بالنسبة للريزن العادي. بس ما برجحش كده ليه؟ لان اقل نوع ريزن انا استخدمته بينشف في 8 ساعات. هتسيبي الحاجة القطعة 8 ساعات تنشف عشان تديها الطبقة دي؟ انا اعمل كده في الحلقان، عشان انا هسلم الحلقان عايزة اسلمها بيرفكت وعايزة ابيعها غالية، يبقى تستاهل ان هي تاخد طبقة الريزن. يا الا نبتدي نستخدم اليو في ريزن. اليو في ريزن فرنج هو والجهاز بتاعه والازازة بتاعته فرنج مثلا 500 جنيه غالبا. بس ده يعني نوع الريزن ده هو اصلا مخلط على بعضه جاهز وبيجف في يعني بطريقة عارفين الفيديوز اللي احنا بنشوفها كلها بتاعت المانيكير، هو بيجف كده بالأشعة فوق البنفسجية، بتعرضه للأشعة فوق البنفسجية او للشمس لفترة طويلة جدا، ساعتها بيجف نوع الريزن ده اللي هو اسمه يو في ريزن، غير الريزن العادي اللي احنا بنستخدمه ده. ده ايبوكسي، نوع الريزن التاني اسمه يو في، تمام، اللي هي الأشعة فوق البنفسجية، وده اللي احنا نقدر نستخدمه ونعتمد عليه في ان مثلا اللي عايز يتخصص في اكسسوارات الحلقان، بص خلي ده معاك اليو في ريزن، لانه هو هينشفه لك في ثواني. حتى تقدروا كمان تلمعه او تعتمدوا عليها في العرايس، لان انت هتنشفي ولو لقيتي مثلا حاجه مثلا ناقصه او قطعه او قطع او اي حاجه تقدروا تكملوها وتنشفوه في وقتها، تمام. ده بالنسبه لليو في ريزن. طيب هل بقى الرزن العادي بتاعنا ده ينفع مثلا انا صبيت دي وينفع اعرضه للضوء او اللي هو اليوفي ريزن ده للجهاز وينشف؟ لا طبعا مش هيعمل كده، لان ده اسمه ايبوكسي غير اليوفي ريزن، اتفقنا. كمان حاجه انا عايزه اقول لكم عليها، انا لسه قرياها عشان انا عماله بذاكر كتير جدا للرزن عشان ارجع لكم بمعلومات فعلا صح يعني ان شاء الله. الرزن ده اصلا من الحاجات اللي بتدخل في عمايل المانيكير الشفاف، المانيكير عامه الطلاق كله، بس عامه يعني هو ده اللي بيستخدم فيها، وبيتحط له نسبه تصلب بسيطه جدا جدا عشان لما تحطيه على ايديكي ينشف، وعشان كده بيبقى صعب ان انت تشيليه او تقشريه، تمام، اتفقنا. طيب الريزن اليو في متوفر في مصر؟ في جروبس اونلاين بتبيعه، في غالبا اسمها حاجه بيج اسمها ريزن لوفرز بتبيعه، وفي بيجات تانية في منا كمان منا بتبيعه. ايه تاني؟ هل قالب الصلصال ينفع للرزن؟ يا منا ينفع للرزن بس هيطلع مط. يعني ايه مط؟ مش هيطلع بيلمع. يعني بصي دي عامله زي طبقه الازاز كده، خليني اوريكي حاجه عشان الضوء ضعيف، مش عارفه شايفه اللمعه دي؟ مش هيطلع كده، هيطلع مطفي. قوالب الصلصال هتطلعه مطفي كده شويه، مش بيلمع زي القوالب اللي هي السيليكون الشفاف. طيب ايه تاني؟ نلمع الصلصال بايه غير الريزن؟ طيب يلا بينا بقى، احسن حاجه تلمعوا بيها الصلصال سكالبي. طبعا سكالبي ده بقى كمان اللي هو الستين اللي هو مش الجلوس، انا ما بحبش حاجات بتلمع في الصلصال، انا بحبها تبقى زي المط كده او مطفيه، مط اللي هو لونها مطفي يعني ما بتبقاش بتلمع قوي، اللمعه بتاعتها مش حاجه فظيعه. ده بستخدمه للاكسسوارات، وده بستخدمه للمجات او المعالق لانه الطبقه بتاعته كويسه. طيب انا استخدم الاثنين ازاي وما يقشروش مني؟ ان بدي كوت الاولانيه اللي هي بدي طبقه رقيقه جدا بفرشه ناعمه، فرشه كويسه جدا تكون الفرشه نفسها تكون ناعمه جدا وما تكونش مفتله، تمام، بتدي كوت اولانيه رقيقه جدا وتستني نص ساعه تنشف، وبعدين نديها كوت تانية، واول 24 ساعه ما تعرضيهاش للميه تماما، ما تغسلوش اي حاجه بتعملوها بتلمعوها اول يوم. ويفضل كمان يعني انا قريت في بعض الارشادات بتاعت حاجه من الاثنين دول انه بعد اسبوع تبتدي بقى تغسلي الحاجه اللي انت عايزاها. بس عامه انا بغسل ده عادي جدا وكويس، ما فيش اي حاجه قشرت ولا اي حاجه جرى لها حاجه. كمان في فيمو كمان ملمع برضو كويس، وفي سيرنت، السيرنت لقيته مش عارفه غالي قوي على الكميه القليله. في ايه تاني؟ بس وده انا استخدمته للاكسسوارز علشان ما بيدينيش اللمعه اللي هي تبوظ شكل الحاجه. وكمان ممكن تستخدمه بقى المانيكير الشفاف، يعني اللي عايز يمشي حاله يعني استخدمه المانيكير، مش هقول لا على فكره، بس مش في المجات، مش في المجات ولا في المعالق. طيب هو الريزن بيتلمع بايه؟ علشان انا شفت على اليوتيوب بيلمعه بعد 12 ساعه. طيب بصي، هو في سبراي انا شفته وفي مواد معينه هما بيلمعوا بيها الريزن مخصوص، بس هما بيلمعوها اكتر حاجه علشان هما بيصنفروها، يعني بعد ما بيصنفروها
بتبقى يعني انا لو انا صنفرت الحواف دي هتبقى ابيض، لو انا عشان انا ما كسرتهاش في وقتها وهي لسه قبل تمام التصلب. فلو انت صنفرتي اي حاجه وخصوصا الحاجات السوداء هتسيب علامه بيضاء. ففي ناس بتلمع بزيت بيبي جونسون، بس طبعا يعني مش عملي قوي لانه برضو هيديكي كده حاجه مش حلوه يعني، يعني هيروح بعد شويه. في ناس بتلمع في ملمعات خاصه اصلا للريزن، ان شاء الله برضو هصورها لكم وانزل لكم الصوره بتاعتها. وفي ناس يعني افضل طريقه ليكي انك تديها طبقه تانية، اديها طبقه تانية. يعني مثلا انا لو انا عايزه اخلي دي احميها هديها طبقه تانية ريزن، هحطها تاني في القالب وهصب ريزن تاني هينشف عليها. بس كده. طيب ايه تاني؟ لا الدوكو، بصوا حاجه مهمه جدا يا جماعه، بصوا انا استخدمت الدوكو الشفاف للصلصال، كان سيء للغايه، الورنيش سيء للغايه. ورنيش الورنيش ده يا جماعه معمول اصلا للاخشاب فقط، تمام؟ الورنيش الزجاجي، الورنيش العادي بيصفر، الورنيش العادي، الورنيش الزجاجي سيء جدا. انا لمعت بيه حاجه از تيست وقاعده عندي لغايه دلوقتي فوق الشهر لسه ما نشفتش وبتلزق. طيب انا بقى لما يحصل معايا حاجه زي كده اديها طبقه ايبوكسي. يعني لو انت لمعتي اي حاجه ولقيتيها عملت معاكي التلزيق ده من الدوكو، الدوكو ده اللي هو السبراي لو كان حواليا كنت جبته، بس الدوكو برضو لزق الحاجه بشكل صعب جدا، وكان الحل الوحيد انها ان انا اديها طبقه ايبوكسي. الايبوكسي اللي هو المفروض فيه، انا جايبه اسيا ايبوكسي نفس الاسم ده، فانا جايباه صراحه وهو ده اللي انا كنت بدي بيه طبقه لما الدنيا بتبوظ خالص. وفي اللي هو الايبوكسي ده انا جايبه دي يا جماعه وعايزه اجربها ان شاء الله، اكيد هجربها معاكم. دي المفروض الاغلى شويه، دي اللي هي ب 100 جنيه، انا قلت يمكن دي اللي تكون شفافه شويه غير الايبوكسي اللي انا كنت جبته قبل كده اللي هو ب 25 او 35 اللي هو الاحمر المصري. اما ده المستورد فخليني اجربه وارجع لكم اقول لكم برده ان شاء الله هو كويس ولا لا. واللون في لون تاني بترولي، ودي لونها جراي، ده للحديد مش لينا خالص، يعني ده الايبوكسي اللي هو بتاع الاكسسوارات. ايه تاني؟ الريزن بيتصفر ويتلمع بالريزن برضو. ايوه برافو عليكي صح، الريزن بيتصنفر اوكي ويتلمع بالريزن برضو، صح كده. لو انت ما عندكيش حاجه فانت تقدري تعملي كده. في حاجه اسمها انا مش عارفه انطق الاسم عشان ما انطقش غلط، اوكي، في ماده بتلمع الريزن بس مش متوفره. انا والله شكيت في كده ان هي مش متوفره، بس خلينا ندور. يعني انا في حاجات كتير جدا شكيت انها مش متوفره، مجرد بس ما بعمل مثلا بوست او فيديو صغير بسم الله ما شاء الله بلاقي في ناس كتير متخصصه بتوفر حاجات اللي هي المستورده. ف خليني اشوف الاسم بتاعه، هدور عليه يا زوزو وانزله واشوفه، لانه هيبقى فعلا مهم جدا. طيب يعني بص هو لسه في اسئله تاني كتير، بس الساعه بقت 1:30 وانا لازم اطبخ. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، وان شاء الله باذن الله هجاوب على الباقي، واي حاجه برضو تاني نزلوها وقولوا لي لغايه ما ان شاء الله ربنا يكرمني كده واقعد اعمل فيديو كده محترم كده يليق بيكم يعني ان شاء الله، ويكون منمق كده كالعاده. وانزله ان شاء الله. واي حد يا جماعه يعني انا بدعوكم كلكم يا جماعه لازم تروحوا يعني تيك توك، اعرضوا شغلكم في تيك توك. محدش طالب منكم خالص ان انتوا تشتغلوا، كل اللي هم طالبينه منكم ان انتوا يعني في ناس بتطلع تعمل انمولدنج بس، تطلع الحاجات دي من القوالب وخلاص كده، وما شاء الله بتشتغل وبتشتغل حلو جدا كمان. طب هجاوب على اخر سؤالين دول. تبدأي ميداليات ولا كوسترات؟ بصي يا منى لازم تبدأي حاجات صغيرة، ابدأي صغير الاول عشان تفهمي المادة اللي انت شغالة فيها وتتعاملي معاها، وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. كمان الكوسترز والصواني عشان تشتغلي فيها لازم تكوني جايبه الماسك اللي هو الغاز عشان صحتك ما تتاثرش، ما تستهتروش خالص يا جماعه. الحاجات دي مهمه جدا جدا انك تاخدي معايير السلامه بتاعتها عشان ما تلاقيش نفسك بعد شويه تعبتي وانت مش عارفه ايه السبب. الايبوكسي المستورد بيتجاب منين؟ انا لقيته في الماركت، لقيته في كارفور وهايبر، ولقيته في اسواق المرشدي، بس ما لقيتوش في محلات عادي، ما كانش بسهولة يعني. وده كنت جايباه لقيته ب92 وب100، تمام هجربه ان شاء الله. انا بس اللي مخوفني منه ان هو مش مكتوب هنا بي في سي،
البوليمر كلاي اللي هو الصلصال الحراري بتاعنا اصلا مكون من البي في سي، فانا مش عارفه اذا كان هينفع له ولا لا، فجربوا فيا. ما حدش اشتريه، استنى لغايه ما اجرب ان شاء الله وهرجع لكم اقول لكم ان هو بيلزق كويس ولا لا. و يعني عامل ازاي، بصوا برضو اقروا معايا برضو كده، عشان ايه ساعات كده بيبقى مكتوب حاجه وانا مش واخده بالي منها. بس انا لا انا لقيت بلاستيك، لا في بلاستيك، في بصوا كاتبين ايه، ايوه دي اللي خوفتني، سام بلاستيكس، لكن التاني الرخيص اللي هو ب 35 جنيه ده مكتوب فيه صراحة كده ان هو لاصق البي في سي، عشان كده بيمسك كويس جدا في 5 دقايق. ده مسته طبعا ان هو يعني بينشف في 5 دقايق لزق خلاص، انت كده تقدري تعتمدي عليه. هاجر بتقولي لي عايزة تعرفي العروسة دي عملتها ازاي. على فكرة سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة، انا جبت بواقي صلصال، لو تلاحظي هتلاقي دي بواقي صلصال، حتى انا ما عنديش اللون الكحلي ده، استخدمت اللون اللبني ده، وبعدين لونته بالباستيل، جبت باستيل حطيت عليه نقطة مية عشان يبقى ليكويد كده معايا، واديت التأثيرات دي، وبالكاتر كان فيه التكستشر دي، الكاتر نفسه فيه التكستشر اللي هو بتاع عامل زي القماش، تمام. والبادي بتاع العروسة بصي بسيط جدا، ما فيهوش حاجة يعني، مش معقد خالص. الشعر بقى هو ده اللي انا يعني فكيته وعملته اكتر من مرة، بس عملت كده ازاي، اللي هو انا زي ما قلت لكم كده، انا عملت، انا دايما بعمل العرايس قرع خالص. يعني بعمل البادي كله الاول بسويه وبعدين ارجع، عشان كده بقول لكم انا عجبتني العيون دي، لان انا بسوي العروسه يعني دي مرحومه، دي مش دي مش عروسه، دي دخلت جهنم كتير والله. فالشعر ده انا غيرته اكتر من مره وما عملتوش باي، لا بقى مكبس ولا اي حاجه، مجرد بس ما خدت صلصال برمته كده بنفسي يعني، وبقيت ارول الصلصال نفسه اقعد ابرمه كده، وبعدين ايه الزق واحده واحده. اهم حاجه بس ان انت تتاكدي ان مفيش واحده طالعه لوحدها عشان ما تتكسرش، بس كده وهتلاقيها بسيطه خالص. حتى بصوا دول برضو بعد التسويه رجاجوه بقى من عندك، يعني مفيش حاجه فظيعه. والشعر ده على فكره برضو بقيته بالوان الباستيل، اديته برضو كده تاثير بسيط، لكن ما عملتهاش بشكل فظيع، يعني هي مش حاجة بروفيشنال ولا حاجة. الحاجة اللي تعبتني سنة صغيرة عشان بس ابيض هو ده، وبرده سهل جدا. كنت فاكرة بقى ان الحصان ده من اصعب الحاجات، لانه الحصان من اصعب الحاجات اللي ممكن ترسموها، اصعب المودلز اللي ممكن ترسموها في الحياة هي وهو الحصان، لان جسمه فيه تفاصيل كتير، بس في الصلصال كان سهل، ما كانش فيه اي حاجة خالص، هو يعني قطع كده صلصال بتحطيها وتبتدي انت بقى ايه تلعبي واحده واحده كده، بس اهم حاجه تبقي قاعده في مكان ما فيهوش حر عشان الصلصال ما يلزقش منك وتزهقي كتير بسرعه. بس وهتلاقوا بقى كل ده كتل، وابتدي اشكل كتل، وابتدي احط كل شويه احط كتله وابتدي اشكلها. وكانت والله بسيطه جدا، كنت فاكراها معقده وصعبه، بس طلعت بسيطه جدا. التصميم ده كنت جايباه من على بنترست، البنوته كانت مختلفه بس نفس الحصان والشكل ده، كان عجباني جدا جدا، ف انا بنوته دي بس اللي طلعت مني مختلفه يعني. طيب ايه تاني، العيون الاستيكرات، ما انا قلت والله ان شاء الله اول ما ينزلوا، يعني اول ما ينزلوا جاهزين هقول لكم، استنوا اوريكم الورقه الشيت نفسه، انا اعتقد ان انا كنت جايباه. هو الفكرة بس كلها ان الشيت موفر، يعني انا ممكن كنت اطبع انا بنفسي العيون دي كتير جدا واطبعها على ورق ديكال او استيكرات والزق انا العروسة بنفسي عادي جدا، بس الفكرة كلها ان هو زي ما تقولوا كده ايه، الورق ده كان حراري، يعني لما تعرض للحرارة ودخلته تسوية ما جرالوش حاجة اهو، فهي دي الميزة بتاعته اهي. هو عامل زي فكرة التاتو بالظبط، بقص دي كده يعني بجد، بخلص العروسة في وقت بسيط وبتطلع فعلا شكلها لطيف جدا، وبتبقي انتي واثقة ان انتي هتطلعي الشغل في وقت قصير وبسيط. يمكن عشان كده انا مش ببيع دلوقتي او بشتغل، يعني ان انا استلم اوردرز وكده، عشان لما حد يطلب مني ابقى سريعة، لان انا بطيئة جدا، انا على بال ما بتجيلي الفكرة انا ما بعرفش اشتغل كده وخلاص، لازم تجيلي الفكرة وارسمها وبعدين اعملها، يعني لا يعني ستيبس طويله عشان اعرف اشتغل. يعني مثلا المج اللي هو اهو حظكم، عشان اعمل مثلا المج بتاع الكافيه اللي انا عملت بيه فيديو قبل كده ده، لازم ارسم التصميم، ما بعرفش اشتغل كده. حتى الاكسسوارات، استنوا كده
اي اكسسوار بعمله قبلها ولا حاجه لازم اكون رسميه الاول. بيوفر عليا ان انا ممكن يعني ادخل بقى خامات مع بعض، بتوفر عليا حاجات كتير جدا. ايه تاني؟ بالنسبه بقى للاستيكرات دي، خليني برضو اقولك هي بتستخدم ازاي. زي التاتو انا بقصها، تمام، بقص الحاجه اللي بتعجبني او العين اللي بتعجبني. في منها الوان زي ما انتم شايفين اهي، ازرق اسود، وده ايه ده برضو ازرق موف. اوكي، بقصها ببلها نقطه ميه، يعني بعد ما بقصها بوقع عليها نقطه ميه. دول بيبتدوا يفكوا، بس يعني دي ورقه شفافه الاول بشر، دول بيبتدوا يفكوا ويطلعوا ويبقوا معايا سايبين. انا بكون مسويه اصلا وش العروسه ده، بس كده بحط برضو عليه نقطه ميه عشان احط العينين في المكان اللي انا عايزاه، وابتدي بعد كده احرك بقى العين في المكان اللي انا عايزاه والحاجب، عشان انا لو انا حطيت الصلصال على طول او الاستيكر على طول على الوش هيلزق، فساعات ممكن الحاجب يجي منك يمين شمال. عشان كده بقول لكم سووها بس الاول احسن، الافضل ان انتوا تكونوا مسويينها، مسويين بس الوش لوحده، وانضف. يعني انا حتى وانا بصور دايما بصوا الحاجه بتطلع نظيفه وجميله، علشان انا ببقى شغاله في الفاتح الاول بالجوانتي، وبعدين بشتغل بقى بعك بقى براحتي الباقي. يعني حتى كمان الالوان دي ما تدخلش على الصلصال، وبعدين تثبتيها، وبعدين خلاص هي اساسا اول ما تحطي العينين دخليها التسويه بتاعتك وتوكلي على الله. بس لازم تديها طبقه عازله، انا لسه ما اديتهاش طبقه عازله لانها من غير كوتشي ولا حاجه، فلسه هكملها. فبلاش حد يلمع حاجه وبعدين يدخلها تسويه عشان ما يطلعش بس ابخره منكم. تمام، بس واروح اطبخ بقى علشان ما اطرتش، يعني ما يبقاش حبهان ومفيش طبيخ كمان يعني. بس ان شاء الله باذن الله هجمع برضو بقيه الاسئله، وربنا يرزقنا كده بوقت حلو كده زي اللي رزقني بيه معاكم دلوقتي، ونطلع تاني ان شاء الله باذن الله يعني نجاوب على الباقي. وانتوا كمان لو عندكم اي حاجه برضو يعني دايما اعرضوا شغلكم، والحمد لله ربنا اكرمني كده والدنيا مشيت معايا على التيك توك بعد ما قعدت ذاكرت له كتير. فاي حد عايز سبورت على التيك توك اعملي لي فولو، قولي لي، ابعتي لي مسج على الماسنجر عشان انا مش بشوف اي حاجه غيرها، قولي لي ان انت عايز سبورت هعمل معاكي دوت مثلا او حاجه. ما شاء الله ناس كتير جدا عملنا كده مع بعض، والاكونت بتاعها بيكبر على طول يعني. فاعرضوا شغلكم على تيك توك، ابعتوا لي الاكونتات بتاعتكم وانا اعمل معاكم دوت ان شاء الله. الاكونت يبتدي يتنشط ونزله لو معلومه بسيطه جدا، هما مش عايزين منكم تشرحوا اي حاجه، مجرد ان انت تقولي انا بلمع الصلصال بتاعي بده خلاص. كل ما الفيديو اصلا كان قصير، كل ما كانت شريحه اكبر من عدد الناس اتفرجت عليه. اهتمي بالهاشتاجات في كل السوشيال ميديا، كل السوشيال ميديا اهتمي بالهاشتاجات بتاعتك، ثبتيها كده عندك في الكيبورد بتاعت الموبايل، حطي كل الحاجات المتعلقه بالشغل بتاعك. اكتر حاجه غلط عملتها عشان تتلافوها ان انا كنت شغاله بتارجت مصريين وبكتب بالانجلش، دي كارثه. ما كانش الحاجه بتوصل لحد، انا قعدت كتير مش فاهمه ايه اللي بيحصل، انا عماله بكتب بالانجلش وانا بتارجت مصريين مش بتارجت اجانب. فدي غلطه مهمه جدا، لازم تبقوا عارفين انتوا بتارجتوا مين. هتارجتوا اجانب عشان يتفرجوا؟ لا، استغلي عدد الهاشتاجات اللي معاكي في انك تتارجتي مصريين، بجانب انك لازم لما تيجي تستخدمي هاشتاج لازم تستخدمي هاشتاج مهم جدا جدا، انك تحطي اسم البيج بتاعتك والمشروع بتاعك، عشان لما انت كده بتيجي تحطي الهاشتاج بيطلع لك بيقول لك ده عليه كام بوست، او استخدم الهاشتاج ده كام مره. الهاشتاجات دي اللي بتطلع اي فيديو ترند، تمام؟ فلازم اسمكم يبقى شغال من زمان، والهاشتاج بتاع اسمكم يبقى شغال من زمان. تاني حاجه في الهاشتاجات، ما بتتحطش كده يعني اي يعني اعتباريه كده، لا، ليها برضو تكنيك معين لازم تتحط بيها. الهاشتاج لازم تحطي مثلا 5 هاشتاج يكونوا فوق المليون، تحطي 5 هاشتاج فوق الالف بس، لان انت لو حطيتي هاشتاجات بس كلها فوق المليون، ما هو انت هتضيعي وسط المليون ده، لما الناس تدور على الحاجه بتاعتك بالهاشتاج ده هتضيعي وسط المليون. لكن لما تحطي 5 من دول وخمسة من دول، هو انت غالبا لينا 30 هاشتاج بس على انستا، الفيسبوك الدنيا مفتوحه حطي اللي انت عايزاه، بس برضو كتر الهاشتاجز بتضيع الدنيا، يعني خليكي محدده. بس لازم تحطي 5 فوق المليون و5 فوق الالف بس، عشان تبقي انت كمان من النوع يعني زي ما تقولي الناس بتتارجتك اكتر وتبص على حاجتك وتتشاف. الشغل بتاعك لازم يتصور في النور،
نور ربنا، بصي اطلع السلم، انا بعمل كده. انا بطلع مش في الشباك، انا بطلع ممكن اطلع على السلم والناس تقول عليا هبل عادي جدا، مفيش اي مشاكل، ما بتكسفش، هصور شغلي انا هصوره. ايه تاني؟ لما تيجي تصوري من اساسيات التصوير يعني واللي اتعلمته، بصي لو انا صورت كده ما مش هتبقى ملفتة وسط الزحمة دي، مع ان شايفين الزحمة دي كلها، لا صوروا كده بوزيشن كده عشان تاخدي البروسبكتيف اللي هي المايلة، وفي نفس الوقت تبيني كل التفاصيل، تبيني تفاصيل الشعر وتبيني تفاصيل العينين وتبيني اللمعة بتاعة العين. يعني بصي اكتر حاجة الناس سألت عليها العين ليه؟ عشان اللمعة اللي هي اللي اديتها في الفيديوز، تمام؟ عشان كده بقول لكم اعملوا فيديوهات قصيرة، لان الفيديو بيبين حاجاتكم اكتر من الصورة. الصورة بتبين او بتوصل 50% بس من الحقيقة، والفيديو ما بيوصلش برده كل الحقيقة بس بيفرق. فصوروا في الشمس واكتبوا هاشتاجات كتير وانتوا بتنزلوا في اي مكان في الدنيا في اي حاجة، وانشروا شغلكم في كل حتة. التيك توك احلى حاجة فيه صراحة، لان وفر عليا وقت في ان انا هو من جواه في شير، الفيديو اللي بنزله على التيك توك بعمل له شير على كل حاجة بقى، انستا فيسبوك، فكله بيتنشط في وقت واحد. طبعا يعني بيبدو لكل بلاتفورم ان انا قاعدة وشغالة، بس انا بشتغل على بلاتفورم واحد بس وهو بينشر الباقي، لان انا اكيد مش هبقى طول النهار قاعدة فاضية. انت ممكن تقعدي مثلا نص ساعة تصوري فيها فيديوهين ثلاثة، اللي هي نص دقيقة نص دقيقة نص دقيقة، وبعدين تنزليهم كل يوم. تنزلي سر النجاح في التيك توك انك تنزلي لمدة اسبوع 3 فيديوهات يوميا وشوفي الفرق. بس وادعولي بقى بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم ان شاء الله في لايف تاني بإذن الله، وان شاء الله برضو هرفع اللايف ده على اليوتيوب عشان يفضل متثبت ان شاء الله يعني بإذن الله، وهتوحشوني لغاية المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.